اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هيبدا في كلامنا عن نهايه وسقوط الاسره الرابعه وبدايه الاسره الخامسه. وهنبدا يا جماعه في كلامنا عن نهايه وسقوط الاسره الرابعه. هنقول ان الاسره الرابعه دام حكمها في مصر حوالي 160 سنه، وصلت وقتها مصر لاعلى درجات الرقي والحضاره، بس في اواخر حكم الاسره الرابعه بدا نفوذ الملوك يضعف شويه بشويه، وفي نفس الوقت اللي كانت نفوذ ملوك الاسره الرابعه بتنهار بدات نفوذ كهنه الاله رع في مدينه عين شمس هليوبوليس. نفوذهم بتزداد شيء في شيء، وبداوا يتدخلوا في شؤون البلاد السياسيه لغايه ما قدروا ان هم يسلبوا كل اللي كان في ايد الملوك الاسره الرابعه من نفوذ وسلطان، وقدروا ان هم يوصلوا لحكم الدوله. ودلوقتي يا جماعه هنتكلم على ازدياد نفوذ كهنه الاله رع، ونقول ان قبل ملك منقرع ما يتولى حكم مصر بدا اسم رع يتضاف ضمن اسم الملك، وده بيدل على ان كهنه الاله ده او المعبود ده بدات نفوذهم تزداد من الوقت ده، وده يدل على ان الملك كان بيثق فيهم جدا، وده بالتحديد اللي شجعهم ان هم يزداد نفوذهم بشكل غير طبيعي لغايه ما قدروا يوصلوا لسدة الحكم. وبدا كهنه رع في الوقت ده بيوجهوا العقائد الدينيه في مصر لعبادة البيت المالك أو عبادة الشمس، وفعلا نجحوا في كده لأن الشمس كانت في نظر المصريين بتعتبر قوة بتسيطر على كل مناحي الحياة. الشمس في الوقت ده كانت بتعتبر بالنسبة للمصريين إنها بتنمي الزرع والضرع وبتكسر الظلام، والظلام في نظر المصريين كان طريق للموت، وبتمدهم بالنور وتعتبر في نظرهم سبيل الحياة. وفي نفس الوقت كان من السهل جدا على كهنة الإله رع إدخال المعبودات المحلية إلى الإله رع ونسبها إليها، يعني مثلا كانوا بيلقبوا حوريس بحوريس رع وآمون بآمون رع وهكذا، يعني كانت المعبودات المحلية بتنسب في النهاية إلى قوة الإله رع، واللي بيبقى في نظر المصريين هو إله الشمس. وعشان يتمكن كهنة الإله رع من توصيل التسمية الجديدة لأذهان المصريين، بدأوا يشبهوا الآلهة بأنها حكومة كبيرة جدا، جعلوا رئيسها هو الإله رع، وبقية أعضاء الحكومة هم بقية الآلهة المحلية زي حوريس وآمون وغيرهم. وبالطريقة دي قدر كهنة رع إن هم يوحدوا العقائد الدينية في مصر كلها تحت لواء واحد بس، وهو لواء كهنة رع، ونفوذهم بدأت تزداد بشكل كبير جدا ومرعب لغاية ما قدرت نفوذهم تطغى كمان على نفوذ الملك، وسلبوا كل مكان للملك من نفوذ، وجمعوا السلطة كلها في ايد كهنة رع، لغاية ما قدر كبير الكهنة والملقب بأسر كاف ان هو ياخد لعرش نفسه، وسمى نفسه باسم الملك أسر كاف. بالطريقة دي قدر الملك أسر كاف ان هو يأسس الأسرة الخامسة. ودلوقتي يا جماعة هنتكلم على بعض المظاهر الحالة الاجتماعية والدينية اللي حصلت في مصر بعد الانقلاب الديني او الانقلاب على الحكم عموما، ونقول ان بعد تأسيس الأسرة الخامسة على يد الملك أسر كاف حصلت بعض التغيرات الدينية والاجتماعية، ودي لاحظها المصريين بشكل كبير جدا. وعلى الرغم من ان الأسرة الخامسة ملوكها كانوا استمروا في بناء الأهرامات زي أسلافهم في الأسرة الرابعة والأسرة الثالثة، إلا ان عنايتهم بالأهرامات ابتدت تقل بشكل كبير جدا وملحوظ، وده تم ملاحظته في النقوش اللي كانت مدونة على الأهرامات، وفي العناية بالأحجار اللي اتبنى بيها الأهرامات، وبدأ حجم الأهرامات يقل بشكل ملحوظ جدا عكس الأهرامات اللي كانت مبنية في عهد الأسرة الرابعة. بس بدأوا في شيء جديد، وهو بدأ تزيين الأهرامات بالنصوص الدينية، وده الشيء اللي ما كانش موجود قبل كده في الأهرامات القديمة. وبالنسبة للمعابد، فالمعابد في عهد الأسرة الثالثة والرابعة واللي قبلها كانت مقفولة وغير مكشوفة للمرة، ومحدش يقدر يعرف ايه اللي بيتم جوه المعبد من طقوس دينية. بس معبدات الأسرة الخامسة الموضوع ده اختلف تماما، بقت المعابد مكشوفة لكل الناس، وعملوا فيها شيء جديد، بنوا فيها تصميم هندسي عبارة عن هرم، ومبني فوق الهرم مسلة، وبتعتبر المسلات رمز إله الشمس رع، والمعابد هي معابد الشمس،
والمعابد دي معظمها موجود ناحية مدينتين هما مدينة أبو صير ومدينة دهشور، ومدينتين دول موجودين قريب جدا من مدينة سقار. ومن التغيرات الاجتماعية الكبيرة جدا اللي حصلت في عهد الأسرة الخمسة إن بدأ يتولى الوظائف الكبيرة بعض الأسر الكبيرة والمشهورة في مصر، زي مثلا أسرة بتاع حطب اللي تولت وظائف الوزارة والقضاء، والكلام ده ما كانش بيحصل أبدا في عهد الأسرة الرابعة والأسرة التالتة، لأن الوظائف الكبيرة كانت مقصورة بس على رجال الدين وعلى أفراد البيت المالي. وبدأت الأسر اللي متولية المناصب العليا زي أسرة بتاع حطب مثلا تنتهز فرصة إن الحكام هما الكهنة المسؤولين عن أمور الدين، وبدأوا ينتهزوا فرصة إن الكهنة والملوك منشغلين بالأمور الدينية ومهملين السياسة بشكل كبير، وبدأوا يكسبوا لنفسهم حق المناصب العليا بالوراثة. يعني مثلا لو الأب مسك مثلا وزارة يورثها لابنه زي الملك كده، ولكن الأسر دي حافظت بنسبة كبيرة جدا على الولاء للحكام وملوك الأسر الخمسة. وكان ظاهر جدا ولاء أصحاب المناصب العليا لملوك الأسرة الخمسة، وده ظهر في إن مصر حافظت على ثروتها، ما حصلش تبديد للثروة، بل بالعكس الثروة دي زادت نماء، وده كان ظاهر جدا في المشروعات القومية والمشروعات اللي كانت بتفيد مصر مش بتضرها، وده زود الثروة في عهد مصر وحافظ جدا عليها. وظهر ده في ان الشعب كان راضي جدا عن الحاكم وعن الاسرة وما كانش ساخط عليه. ولما نتكلم عن اثار الاسرة الخمسة نقول ان معظم اثار الاسرة الخمسة موجودة في مدينة ابو صير او المسمى حاليا باسم البدرشين، واللي موجود فيها قبور واهرامات معظم ملوك الاسرة الخمسة، ومن ضمنها هرم ومقبرة الملك ساحورع، وهرم ومقبرة الملك نيئوسارع، ومعبد الشمس. وبتعتبر الأسرة الرابعة من أكتر الأسر اللي تاريخها مش غامض عننا، وده بسبب إن الأسرة دي كانت بتتميز إنها بتدون معظم الأحداث اللي بتحصل في الدولة على نصوص جدران الأهرام. ومن السلبيات اللي حصلت في عهد الأسرة الخمسة إن ملوك الأسرة الخمسة اضطروا إن هم يتقاسموا الحكم مع كبار الدولة ومع الأمراء، وده سبب مشاكل كبيرة جدا في الحكم، وسبب اتساع إدارة الدولة وتعيين عدد كبير من الموظفين. ومن الناس دي قدرنا نعثر على مخطوطات وبعض الآثار اللي كانت بتبين معيشة المصريين وحياتهم في عهد الأسرة الخمسة، وكمان بتبين معتقداتهم الدينية وطرق العبادة. فمثلا بنجد في هرم الملك أوناس أول نصوص دينية دونت في عهد المصريين القدماء، والنصوص دي كانت بتختص بالشؤون والمعتقدات الدينية في عهد المصريين القدماء، ودي بتعتبر أول نصوص دينية في تاريخ البشرية. ولكن مع بداية عهد الدولة الوسطى بدأوا يستبدلوا نصوص الأهرام اللي كانت موجودة في عهد الأسرة الخمسة بنصوص مكتوبة على ورق البردي وبتوضع في القبور، وسموا النصوص دي باسم نصوص التوابيت، بس في عهد الدولة الحديثة غيروا أسمائها وجعلوها في كتب زي مثلا كتاب جهنم وكتاب الأبواب وكتاب الموتى وغيرها من الكتب اللي كانت بتوضع في القبور. بس كتاب الموتى كان مميز عن الكتب التانية اللي احنا ذكرناها بانه بيبقى موجود في المقابر اللي ملهاش علاقة بالأسرة المالكة، زي مقابر كبار رجال الدولة وكبار الأطباء وكبار المهندسين اللي كان ليهم شأن عالي جدا في الدولة في العهد ده. ودلوقتي يا جماعة هنتكلم على مقر حكم الأسرة الخمسة والعلاقات الخارجية مع البلاد المجاورة، ونقول إن المؤرخ الإغريقي القديم اللي بيسمى بمانيوتون اعتقد إن الأسرة الخمسة كانت بتحكم مصر من مدينة بتسمى ألفانتين. الموجودة دي موجودة لغاية يومنا ده في صعيد مصر، بس المدينة دي اتغير اسمها طبعا، بس بعد كده في السنين اللاحقة لمانيوتون قدر علماء الآثار إن هم يلاقوا آثار موجودة في مدينة ممفيس بتدل إن الأسرة الخمسة كان حكمها من مدينة ممفيس مش من مدينة ألفانتين اللي موجودة في صعيد مصر. في عهد الأسرة الخمسة نشطت التجارة بشكل كبير جدا، وده كان ملحوظ من البعثات اللي كانت بتبقى اتجاهها الوادي المغارة لاستخراج الفيروز والنحاس
والبعثات اللي كانت بترسل للنوبة لاستخراج الذهب، والبعثات اللي كانت بتروح لغاية معبد أبو سمبل في محاجر الجنين. وكانت في بعثات نشطة دايما لبلاد بونت المسماة اليومين دول باسم الصومال لجلب أحجار الملاكايت وأحجار المر وأحجار بتسمى بأحجار الكتروم. وكان في بعثات دبلوماسية نشطة دايما لبلاد الشام في مدينة جبيل عند الفينيقيين، وفي منطقة بتسمى دوراك. المنطقة دي بتقع على بحر اسمه بحر مرمرة. البحر ده قريب جدا من البحر الأبيض المتوسط. وفي منطقة دوراك تم العثور على آثار. الآثار دي بتحمل أسماء ملوك الأسرة المصرية الخمسة، وده بيدل على التبادل التجاري اللي كان ما بين مصر وبين منطقة دوراك في عهد الأسرة المصرية الخمسة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هكلمكم عن أعمال وملوك الأسرة الخمسة، وهتلاقوا لينك في فيسبوك والتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.